السلام عليكم، بنكمل معكم في الامبورتينج داتا. لو انا بدي اعمل امبورتينج داتا من النت، كيف بدي اعملها؟ بدي اجي اول حاجه بدي احدد ايش اليو ار ال تبعي، ايش الملف هنا، يعني بدي اعطيه الاتش تي بي تي تي بي اس تبعه، العنوان كامل مع الاكستنشن تبعه. الان بقول له ريد هاي الداتا، ريد بدي اختار الريد المناسب إلها، هذا CSV file، فاستخدمت read CSV file وأعطيته ال URL تبع الداتا الموجود عندي. الآن هذا بيقرأ لي الملف. الآن أنا لو بدي أعمل نسخة عندي على الدايركتري تبع، إيش بدي أقول له؟ بدي أعمل download الفايل الموجود عندي، حددت ال URL وحددت النيم اللي أنا بدي أخزنه فيه عندي، هذا النيم اللي بعطيه عندي. الآن بعدها بيعمل داونلودينج اللي بخزنها. أحيانا أنا بدي أعطيه يعني دايركتوري تمبراري وأعطيه فايل نيم تمبراري، بستخدم الكوماند اللي عندي temp dir وtemp file لأعمل زي هيك، وهي الطريقة اللي ممكن نعملها. وبعد هيك بمسح الفايل اللي عندي اللي انا خزنته فيه. الان هذا عرفنا احنا كيف بدي اعمل من هنا، كيف بدي اعمل امبورتنج للفانكشنز او للفايلز الموجود عندي. الان read .csv file name، هذه بتعمل لي قراءه للملف الموجود عندي زي ما انا خزنته عندي. وباجي بقدر اطلع على class of data تعطيني إياه الموجود عندي. كويس. الآن ممكن أحول يعني هذه بعض الشغلات اللي أنا اللي بصير فيها إشكاليات. مثلاً هنا إيش اللي بدي أعمله؟ An important difference is that the character are converted to factor اللي عندي. This can be avoided by setting the argument strings as factor to false. لو انا حطيتها هنا فولس، ايش بيصير عندي؟ طلع هنا الكلاس اللي عمل لي اياه، عمل لي فاكتور. الان لما بدي اجي اطلع على الكلاس، ايش بيعطيني اياه؟ كاركترز بدل ايش؟ فاكتور موجود عندي، لان الفاكتور هي قائمه من اختيارات، بينما السترينج او الكاركتر هي اي اسم مسمى على شكل احرف. كويس. الآن أحياناً في عندي بعض الشغلات اللي بنتكلم عنها، وهذه من الهاي you can easily convert the desired column to factor after importing data. في عندي command اسمه scan. When reading in the spreadsheet many things can go wrong. اللي عندي the file might have a multi-liner header، يعني عنده الهيدر أكثر من one line. By missing cell be missing cells، يعني في عندي خلايا بتبقى missing، or it might use an unexpected encoding أو encoding فيها غلط، فبتعطيني error اللي عندي. الآن هذا مقال فيه الحاجات اللي ممكن تكون غلط. طيب أنا لو بدي أشتغل عليه إيش بدي أعمل؟ بدي أعمل scan الفايل هذا اللي عندي، والseparation أعرفها comma، what أسميها هذه إيش؟ C اللي عندي characters يعني في هذا المجال. يعني أي حاجة تطلع عليها غير هيك بتعطيني الايرور الموجود. طلع عندي لما أعمل run لها إيش حتعطيني؟ 10 10 values أنا بقولها. أعطتني 10 value، الستيت والابريفيشن ريجن بوبوليشن توتال، وبدت لي الالاباما اول 10 قيم موجوده عندي في الداتا سيت. هذا اللي اعطتني اياه اول 10 قيم، يعني حددت 10، حطيت 5 بتعطيني 5، حطيت 20 بتعطيني 20. الان تكست فيرسس باينري فايل. التكست فايل هي مش شغلات اللي دائما نون از اسكي فايل. الباينري فايل ايش ممكن يكونوا انواعهم؟ يعني الباينري فايل هي encoded فايل على شكل ones and zeros الموجود عندي. الآن يمكن
من الشغلات اللي بنطلع عليها available editors such as RStudio, Notepad, TextEd, Emacs, Nano, and Pico. هدول كلهم text editor. To see this, try typing a CSV file open using the open file RStudio tool. You should be able to see the content right on your editor. However, if you try to open, say, an Excel file, JPEG, or PNG files, you will not be able to see anything immediately useful. يعني هذا مش هتشوف أي حاجة إلها معنى لأنه هدول coded as binary file الموجودة عندي. Although R include tool to, for reading widely used binary files such as Excel file in general, you will want to find dataset stored in text file الموجود عندي. يعني عادة اللي أنا بطلع عليه بحاول يكون عندي الفايلز اللي عندي يا إما text يا إما إيش Excel files data عشان أقدر أعملها. الآن حتلاحظ إنه في عندي packages موجودة بتحول حاجة من التاني. طب Unicode versus الاسكي اللي عندي اليونيكود text file الاسكي file يعني تشبه اليونيكود يعني نوعا ما. الان to understand the difference between these remember that everything on the computer needs to eventually be converted to zeros and ones. ASCII is an encoded an encoding that map characters to number. ASCII use 7 bit اللي هي من 0 zeros and 1 which result in 2 to the 7 128 unique items enough to encode all characters on an English language keyboard. However, other languages use characters not included in this encoded. For example, يعني الاي عليها بار in Mexico is not encoded by ASCII. For this reason, a new encoding using more than 7 bit was defined in Unicode. زي العربي بيستخدم UTF-8 والUTF-16 والUTF-32 respectively لأنه هذا بتستخدم 8 bits هذا بتستخدم 16 هذا بتستخدم 32 اللي عندي. RStudio actual default to UTF-8 encoding اللي عندي هذه بشكل عام. الآن although we do not go into detail of how to deal with different encoding here, it's important that you know these different encoding exists so that you can better diagnose a problem if you encounter it. يعني هذا بيقول لك اعرف انه هذول موجودين واحيانا لما بدي اقرا ملف او حاجه ممكن تواجهني مشكله اذا عارف انه في حاجات زي هذول فانا بدي اكون ماخذ احتياطي انه هذه الشغلات لما تجي لي ملف من الانواع الثانيه ممكن يسبب لي مشكله. هاي عندي this stack overflow discussion is an example اللي عندي هنا بتقول لي ايش ممكن نعمل فيه. الان في عندي قواعد عامة organizing data and spreadsheet. ايش هي؟ اول حاجة be consistent common sense يعني لما ندخل الداتا بدي يكون كلها نفس الشكل نفس الشغلة. الان choose good names for things دائما العنوان بدي يناسب المحتوى الموجود فيه كويس. Write dates as هاي السنة الشهر اليوم. To avoid confusion we strongly recommend using this global ISO 8601 standard. هذا هو الستاندرد تبع التواريخ. No empty cells لأنه هذا بيسبب لنا مشاكل. Put just one thing in a cell هذا. Make it rectangular or rectangle. Create a data dictionary if you need to explain things such as what the commons columns are or what the labels used for categorical variables. No calculation in the raw data files. يعني ما فيش raw data فيش فيها أي حسابات. Do not use font color or highlighting as data لأنه هذا بيسبب مشكلة في الانكودينج. Make backups دائما
هذه مش بس لأي ملف عندك، دائما بده يكون في ايش باك اب. يوز داتا فاليديشن تو افويد ايرور، اللي عندي فيها برامج بتعمل فاليديشن للداتا عشان ما تحصلش ايها. سيف ذا داتا از تكست فايل، هذه احسن طريقة. هاي تمرين هذا بتحلوه ان شاء الله في هذا الاسبوع. الان بناخذ بريك وبعدها بنتكلم على الداتا فيجواليزيشن ككل.